في الاول كنت غير مبوح عادي، كنت كنعطس عادي، ومن بعد شداتني التبوريشه، من بعد طلعت لي سخانه وبقى كيضرني راسي بزاف، وبقيت كنحس بالحرقه في صدري بحال شي عافيه شعل لي في صدري، وراسي كيضرني وانا سخون من راسي من الداخل، وكيضرني بزاف وستريتها وكيضرني بزاف، ورجليا كنحس بهم باردين، كنحس بالعظمه ديال رجليا بحال كيتحكوا ليا صافي، وكانت شويه تبوريشه بزاف فهمتي، وانا سخون من الداخل انا ما فهمتش داك المرض اللي جاني صافي. وملي كنت كنقلب فيسبوك، المهم انا ما دوك كنت كندوز فيسبوك، قلت هذيك غير مرض خفيفه وغادي تدوز صافي. بقيت كنقلب فيسبوك وانا نلقى دوك الاعراض ديال H1N1 بحالهم تقريبا فيا. ملي مشيت للكلينيك دوزت لقيت شكوا فيا في الاول، ولكن من بعد ما لقاونيش بانني انا فيا H1N1، وداروا لي التحاليل ديال الدم وداروا لي كلشي، وهادشي اللي كاين. وانا كانت فيه غير سخانه ما فيه لا H1N1، وما قلت حتى شي صحف، ما قلت لهم انا فيها H1N1، وبزاف الصحف تلقوا اشاعات وهادشي راه حشومه عليهم موسى. اللي فاش مشيت للطبيب قال لي راه فيك غير سخانه، من بعد ملي داروا لي تحاليل ديال الدم قالوا لي فيك غير سخانه وكتعطس. حيت دابا في الاول اي واحد الا كان مروح ومشى للطبيب ضروري خصو يدير تحاليل ديال الدم كيشكوا فيه، حيت اي واحد مروح انفلونزا خنازير كتجي من دوك الناس اللي مروحين صافي. انا ملي قلبوني لقاوني غير مروح وفي سخانه، هادشي اللي كاين. كنقول كاع الناس وكاع الاباء وكاع الامهات بانهم يمشيو يديروا يجلبوا لولادهم ويجلبوا راسهم ويحذروا راسهم. وكنشكر كاع لي فانز ديالي كي جابوني على فيسبوك ويوتيوب وانستغرام. هولاند سول شوز مصمم خصيصا لصحتك، فهو الاول من نوعه الذي يقوم بتدليك القدم اثناء الارتداء، وكذلك العلاج المغناطيسي الذي يمثل احدث العلاجات الصحيه في الوقت الراهن. لقد قمنا باضافه نعت صحي اعتمادا على احد علاجات القدم الشهيره وهي ريفلكسولوجي. هولاند سول شوز حذاء صحي باحتوائه على نعل التدليك وكعب يحتوي على مغناطيس صحي. نعل طبي يمنع تقوس القدم، تصميم يحتوي على ثقب لسهولة الارتداء خاصة لكبار السن، وأيضا لمنع التعرق، لا رائحة كريهة. مقدمة الحذاء بزاوية منفرجة مع نعل مرتفع عن الأرض ذو قطعة واحدة. نعل لتدليك يحتوي على 10 نقاط للتدليك، وكأن هناك 10 أصابع تقوم بتدليك باطن القدم أثناء السير به، وبالتالي تعزيز اللياقة البدنية عن طريق تسريع حركة الدم بالدورة الدموية، فتساعد على تحسين جودة النوم. لا يضغط على القدم، مريح في الاستخدام، بليونة تأخذ نفس شكل القدم. مقدمة الحذاء بزاوية 85 درجة فتريح الأصابع، بالتالي أثناء المشي توفر الجهد والانزلاق، فهي ضد السقوط. حصريا على موقعنا. هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ إعلان، إشهار لسلع، آلات، مكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ أنت تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.